السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم؟ معكم مايت موكا. ويا جماعة، تابعت شوية من اللي هو نينتندو نفسهم، اللي هو الإي 3 مال نينتندو، وشفت عندهم كم شغلة. عرض اللي هو ماريو أوديسي كان حلو، كلامهم عن بوكيمون سويتش هم تكلموا، يعني أكثر شيء اللي أنا يعني شوقني لما قالوا بوكيمون سويتش، لكن بوكيمون سويتش ما راح يكون هو الترا سن ولا الترا مون. يقولون انه راح ينزل في بدايه السنه الجايه، يعني في السنه الجايه 2018 ورا، لكن قاعد يشتغلون على جزء من الاجزاء هذول. ف ما ادري الصراحه اذا هم كان في بالهم الشغله هذه. ايوه، علشان الصوت يطلع عدل. فصراحة أنا ما أدري إذا كان هم في بالهم الشغلة هذه أو لا، بس إن شاء الله نشوف الموضوع ونتأكد إذا كانوا في بالهم. يعني نتمنى إنهم إحنا ينزلون عد اللي هو جزء جديد من أجزاء اللي هو بوكيمون. أول شيء بسوي، لا مو نكف، أنا ليش سويت نكف؟ في هذه غلطة من عندي. هو ينفع اني اعطي فوكس بلاست اذا صار لي فلنش او ايوه هذا اللي كنت متوقعه. خل اضحي بهيت مور، راح يسوي نفس الشغله. هو دارك بولس ما راح يغيرها. على العموم هو سبيده صار 2-2-2، يعني اسرع مني. ما ادري منو يقدر انه يتصرف وياه، اعتقد هذه اللومينيون. ف اتمنى ان نينتندو ما يفشلون برنامجهم اللي هم الحين بيسوونه. شنو؟ اللومينيون مع لايف اورب؟ ما ادري الصراحة. الومنيون هي تانك اكثر منها. بوكيمون راحوا عليه وسب ال يلا سهلت. سهلت. فلما كنت قاعد اطالع اللي هو برنامج، يعني شنو ممكن انهم راح يسوون او شنو ممكن انهم يبون يصلون له نينتندو، اتمنى انه ما يحطون يعني اول شيء اللي هو السوبر ماريو اوديسي، ما ان شاء الله يعني ما يغلطون وينزلون شيء فاشل حيل، لان زلدا كان حلو لكن ايش كثر ياخذ. هو اكثر اذكر كان في فيديو انه في واحد خلصها بساعه، في ناس خلصوها بساعتين ثلاثه اربعه من الناحية هذه. فما أدري أنا عن نفسي أشوف إنه إذا أوديسي أو سوبر مان يقدروا إنه يسوونه صح يخلونه يطول أحسن من سوى هيلينج ويش أوبا. حين سبيد هو أسرع ولا أبطأ مني؟ تغد أبطأ من كورتانا، المفروض يكون أبطأ من كورتانا إلا إذا عنده تشويس سكارف. تشويس سكارف سيكريت سورد. أوبا مت، عشان كذا راح أخسر هالجيم. انزل سينكرونايز ماجيك باونس، كل شيء خايس ممكن يسوي ضدي. اوكي، اذا كان عنده ماجيك باونس خايس السالفه، اذا عنده سينكرونايز ماجيك باونس شيء كنت بتوقع اصلا. مال اللي انزل الحين جو جوت راح يخسر الحين. لا ذا جوجوت معطينا سكارف، لا مو معطينا سكارف. ليتش هون
سايكيك عشت على شيء بسيط ليتشون كرت بس خسرت الجيم. سالفة نكرتانا ما ذبحت بضربة واحدة هذه كانت خايسة بالنسبة لي. الحين ماكو اي حل اني اقدر افوز عليه، يمكن اماطلة ما حتى ما راح تقدر تعيش على الموضوع. ف يعني هذا اللي كان عندهم اللي هو، لكن استغربت صراحة انهم اعلنوا فجأة كذي، قالوا انه بيعلنون عن جزء جديد من بوكيمون على السويتش، لانهم قالوا عمرهم ما راح يعلنون عن اجزاء السويتش وان السويتش ما تصلح. فشي حلو انهم غيروا رايهم، شي جدا حلو. طبعا الحين بسوي شيدو فورس بشوفه شنو يبي يوصل له. بيعطي مون بلاست. شيدو فورس انا اسرع منه، راح يعطيني مون بلاست، راح يعطيني مون بلاست. في عنده حركة زيادة ولا ما عنده حركة زيادة؟ خلي اشغل تايمر. ستار تايمر. شيمن. راح يعطيني فلاينج، ضربة فلاينج. منو اقدر انزله يستحمل ضربة فلاينج؟ اوكي. نزل سكامري. هيدن باور. كم اعطاني ضربته؟ 57%. منو اسرع؟ اكيد هو اسرع مني. الحين شلون راح اقدر اتصرف وياه؟ كارسولا؟ شو هو جراس؟ الحين راح يعطيني جيجا دراين، راح يذبحني بضربة واحدة. إذا لحقت اقطع عليه تكزك؟ لحق اقطع عليه تكزك؟ سيدي فلير، ضربة واحدة. ما يمديني اتصرف ضده. كيورم راح يقدر اسوي شيء ضده؟ خلينا نشوف كيورم يقدر اسوي شيء ضده ولا لا. ايس بيم. سيد فلير ما راح يعورني فيها، يعني حركات واجد. اوكي ايس بيم. دخلت كيورم طلعت كيورم راح تكون صعبة، لازم اعطيه اللي هو ايس بيم ثانية. هو توقع اني اطقه ضربة فاير. عفوا توقع اني اطقه ضربة توقع اني اطقه ضربة منو اسرع انا ولا هو؟ انا اسرع. اس بي ما راح تذبحها، فخلي اسوي سبستيتوت. خلينا نشوف شنو ممكن نسوي. بيلي درام. هم بعد هي نفسها. هذا خسارة خايسة بعد بالنسبة لي. دراين بانش راح بلاي راف. غريبة، ما توقعت انه يلعب يستخدم بلاي راف. او ما عندي احد اسرع منه عموما، فخسران انا من الناحية هذه. خل اعطيه الوسم. ما حد اسرع منه راح يكون عندي. يمكن ازوميرل يعيش ضده، يعطي ووتر فول ازوميرل. ان كرت بعد سكامر راح يدش يموت. اخر جيمين قاعد تلعبهم ما قاعد اشنص نفس الايام اللي طافت. فعلى العموم ناحيه اللي هو مقر نينتندو نفسه او اللي هو اعلان نينتندو ما راح اقدر اعيش بريفيننت. فورفت اللي هو ماريو ويسمونهم الرابيدز. هم بعد رابيدز من الالعاب اللي كنت استانس عليها قبل. ترى كنا عندي لاج.
شيل دام شنو ممكن اني اسوي ضدي؟ ايس بيم ممكن تذبحني؟ فلساتي عالية بس شيل سماش راح يعطي ستيلث روك؟ اتوقع راح يعطي ستيلث روك انا كاف بتشيل عني الوايت هاب شيل عني الوايت هاب الروك قوي على الايس هذا روك ايوه خل اعطيه باور جيم ماموس واين ديفنساته وتبياته عاليه باور جيم تعتبر سبيشال اتاك عطى السيلف روك هذا اللي ما توقعت انه يسوي الحين الحين عندي اكروباتكس راح تكون قوية باور جيم كونتر فيها اشياء ثانية وارث كويك كونتر فيها الفاير والستيل والسوالف هذي رولكنث شنو ممكن يسوي برولكنث خل اعطيه ارث كويك ما عندي احد يطق غراس ستانتلر مفروض ستانتلر ما ادري انا ستانتلر عارفه انه يكون تاير ما توقعها ارث كويك اوكي حلوه طبعا هو اسرع مني بس ما راح يتوقع السكر بانش صح ولا راح يسوي السورد دانس كلش ما دمجت الحين منو اسرع منه هذا ما حد يبي لي احد دفنسه عالي صد منافي راح يغف اغلب اللي عنده سيرف من راح ينزل ضدي ستانتلر اوكي راح يحاول يعطيني سكر بانش فراح انزل لا مو كيارم اتوقع اعطي سايكيك ولا تيلي جلو عشان ما راح يحاول انه يعطيني سكر بانش هو راح اعطي تيلي جلو ميجا هون اذا ميجا هون ما دمجتني سكر بانش احتمال ما تذبحني هاي راح ينزل اللي هو اكروبس راح يذبحني كيارم من يقدر يتصرف ضده كيارم اسرع منه اعطاني اللي هو ووتر شو اسمه اكواجيت ما راح تفرق وياي عندي دريكو ميتيور علشان اتصرف مع بعض البوكيمونات خل اعطي توكزيك اول اشوف شنو راح يعطيني هو توكزيك هالترن هذا راح اجرب اني اعطي فوكس بلاست مسسته حلو ايس بيم ترن الجاي لازم فوكس بلاست تحوشه لازم تحوشه او اعطي دراكو ميتيور ميت مس بعد منو عندي الحين يقدر يتصرف مع هذا لايف اورب
ناستي بلات. أعطي تاكسك. ساي شوك راح يبقى عنده بوكيمونين، راح يبقى عندي بوكيمونين. الحين راح يعطيني يوتيرن، راح ينزل لي هذاك البوكيمون. اوه هذه حيل فرقت عندي. بس طبعا هو عنده الابيليتي ماله حيل قوي بالنسبه له، لا اذا معطيني هما تشويس باند دبلج. بس انا ميت. ها للاسف طحت بالرانك وسبت يمس صار خايس. على العموم هذا بس اللي حبيت اني اتكلم عنه وانا قاعد اسوي فيديو. حبيت اني بس اسوي فيديو اللي هو راندوم باتل. راح احاول اني اسوي اندر يوز واوفر يوز بعدين، لكن حاليا يعني شيء بالنسبه لي قمت انغث وانا قاعد اسوي صفات البوكيمونات، لان اغلب البوكيمونات موجوده بمكانها للحين ما اكتشفوا البوكيمونات اللي المفروض نحط مكانها صح ومكانها غلط، وخصوصا سيستمهم الجديد الحين. وعلى طبعا اللي هو على 3 دي اس الحين نهائيا مو وناسه اللعب. اغلب اللي قاعد يشطدهم بالاونلاين بال 3 دي اس بالباتل سبوت قاعد يستخدمون بوكيمونات بشكل غلط، كل شيء غلط صاير. اغلبهم يستخدمون ليجندريات والترا بيستات بكل مكان، فيمكن استخدم اللي هو سموغون الفتره الجايه اني استخدمه على الاندر يوزد والبوكيمونات اللي حوالينهم. على العموم يعطيكم العافيه على المتابعه، مشكورين ومع السلامه.